السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل زمان في كل مكان. في أثناء انتفاضة الحرمية في نفس اليوم استمريت أنا في المشي إلى أن وصلت لمستشفى باب الشعرية أو مستشفى سيد جلال رحمة الله عليه. وطلعت غيرت هدومي ونزلت الاستقبال عشان نستقبل الحالات اللي موجودة. كان فيها حوالي ما لا يقل عن 35 حالة، يعني راحت فيها العيون بتاعت الشباب من الطلق الناري، وفي حوالي 17 أو 18 جثة أتوا للمستشفى. وأنا واقف في الاستقبال ببص كده لقيت في شخص أنا عارف شكله بس مش عارف إيه هو مين. فسألته قلت له أنا عارفك، قال لي ما أنت عارفني. مش عارفني يا دوك، أنا فلان فلاني أمين الشرطة. قلت له وإيه اللي ملبسك كده مدني؟ قال لي ما إحنا جات لنا أوامر إن نخرج في المظاهرات ونقلع الهدوم الإيه اللي هي اليونيفورم أو العسكرية أو البوليس بتاع ده. قال لي اسمع يا دوك هحكي لك حكاية. قلت له إيه؟ قال لي وأنا في المظاهرة ضربت ولد بالرصاص في رجله. بعدها بشويه بص لي كده وقال لي انا عرفتك، لما خف هجيبك. تعرف الرصاصه الثانيه كانت فين يا دوك؟ قلت له فين؟ قال لي في راسه. في الوقت ده كان دي الاوامر من سنه 1977 18 يناير، كان دي الاوامر انكم تلبسوا مدني وتقتلوا المتظاهرين او تضربوا المتظاهرين. هذا كنت تصرف شخصي والله اعلم. بعد كده دخلنا المستشفى والناس مشيت وكان في حظر تجول. في المساء لقينا في شاب يعني ملازم تاني حتى جاي في عربيه بيضة وبيقول لنا انا عايز استلم الجثث. فكلنا خرجنا كدكاتره نبطشيين قلنا له لا يمكن تستلم مننا جثث، لانهم كانوا عايزين يطلعوا عدد الجثث اللي ماتت في كل مستشفى او عدد الجرحى او عدد الناس اللي اتقلعت عنهم زي ما انا قلت 35 واحد. فقلت لك لا يمكن، مش هنديك حاجه. عايز تاخد الجثث هات لنا عربيات توصلنا بيوتنا واستلم المستشفى وانت اعمل اللي انت عايزه فيها. فاخدنا على المأمور اسم باب الشعرية، ركبنا احنا الاربعة، كان اللي هو النواب وكنت انا يعني لسه متخرج جديد في الاستقبال بشتغل. رحنا احنا ثلاثة او اربعة من الدكاترة مستشفى باب الشعرية وقابلنا مأمور اسم باب الشعرية. طبعا عشان تخش مكتب المأمور الساعة 2 صباح انت مش عارف انت داخل فين، كأنها قلعة داخل ايه المبنى. قعدنا مع المأمور يحيلنا يمين شمال، احنا كنا مصممين تاخدوا المستشفى تخرجوا الدكاترة وتخرجوا الممرضات وتخرجوا العمال وتوصلهم بيوتهم وتستلموا المستشفى وتقابلوا الناس تاني يوم. فالمأمور اسقط في ايده، عمل ايه تعرف؟ كلم وزير الداخلية قال له يا باشا الدكاترة رافضين يسلمونا المستشفى او يسلمونا الجثث. قال لهم خلاص ما تقولش، سيبهم يقعدوا فيها وخلاص، سيبهم يقعدوا في المستشفى ما تاخدش الجثث، مش عايزين مشاكل اكتر من كده. رجعنا المستشفى واحدة اتنين صباحا، قبل الساعة اربعة صباحا وقبل الفجر كان كل حي باب الشعرية بيصرخ وبيصوت وبيولول على الموتى، لان بقى الشارع مليان اهالي وكل اهل ميت جايبين اهل الحارة بتاعتهم والحارة اللي جنبها والحارة اللي وراها وجايين ياخدوا المستشفى ده قبل الفجر بساعة ولا بساعتين علشان يغسلوه ويدفنوه. فتخيلوا بقى طبعا الاهالي بقى اللي ايه اللي سامعين الصوات من تحت من فوق خارجين من الشبابيك والبنكات ايه يحييهم بالصوات ايضا. تخيلوا بقى لو كنا احنا سلمنا الجثث لهؤلاء الامن في الوقت ده كان هيحصل ايه في المستشفى من اهالي الموتى اللي كانوا جايين دلوقتي. المهم جم اخذوا الجثث بتاعتهم وكتب في الموضوع ان احنا يعني حصل في بعض القتلى والناس اللي اتقلعت عينهم الى اخره. فالموقف هنا بيدينا ايه؟ ان انت تقف مع الحق، تقف مع الحق مهما كان. يعني جزاهم الله خير النواب اللي انا كنت واقف ان انا كنت معاهم، طبعا كنتش انا مسؤول عن النبطشيه اللي انا كنت مساعد ليهم. النواب رفضوا ابدا ان تحصل حاجه للممرضات والعمال والدكاتره. انتوا كامن عايزين تستلموا المستشفى استلموها، لكن وصلوا الدكاتره بيوتهم واحنا مش هنسلم المستشفى. فالموقف ده كان موقف يعني نبيل جدا من الاطباء والدكاتره الصغيرين زي حالتنا اللي رفضوا، فبالتالي منعوا مجزره كانت ممكن تحصل تاني يوم اسوأ من المجزره اللي حصلت في اليوم اللي قبله. كن على المبدا بتاعك ولا تخشى من احد مهما كانت السلطه بتاع اللي قدامك، لان لو كان اللي قدامك ده مش على الحق هتبقى بسلطته هيبقى اضعف منك. والحمد لله حصل، نجينا المستشفى وسلمنا الجثث واستمرنا في عمل العمليات اللي هي عمليات قلع العيون عشان كان بيضربوا الناس بالخرطوش. في قصه بقى حصلت في نفس الوقت ده، ان كان في بنت من البنات جايه بتصوت وبتعيط عايز تاخد جثه خطيبها.
كانت بتعمل ايه؟ كانت هي وخطيبها واقفين في البلكونه بيتفرجوا على المظاهرات، اما جت لخطيبها رصاصه في رقبته فمات. فطبعا تحول فرحها وتحول حبيبها وخطيبها وجوزها الى ميت من ايه 17 او 18 جثه اللي احنا سلمناهم. حافظ على مبدأك، والظالم اللي قدامك اضعف منك وانت محافظ على مبدأك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.